ازيكم يا اصحاب؟ النهارده انا عايز لايك وسبسكرايب النهارده، وانا مش اتكلم، انا هتكلم معاكم. وبكره ممكن نعمل كوره ان شاء الله في البيت، وانا بس عشان ما حدش داول الفيديو ليا في اليوتيوب، وعايز لايكات وسبسكرايب. انا بس سبسكرايب ولايك بس، ولا يهمني، بس انا عايز لايك وسبسكرايب ان انا انجح في اي بتاع. والنهارده انا زملكاوي، مش لازم اي حد يقول لي يتخانق معايا، برضو ريال مدريدي، في ناس ريال مدريديه. والنهارده هتكلم على برشلونه وريال مدريد. يعني برشلونه المدرب يعني نيمار نيمار في خطر، برشلونة في خطر، يعني احنا برشلونة خسرت من ريال مدريد 3-1. ماتش العودة فازوا ريال مدريد 5-1، ان ريال مدريد من غير كريستيانو رونالدو، عشان كده عم. والنهاردة والفيديو نعمله بكرة، ان انا جاي من المدرسة تعبان، وخليها بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.